في أول يوم من أيام شهر رمضان تفتح المطعم في الحضرة وتطعم أكثر من 600 شخص من الوافدين ومن الداخل والخارج في هذا اليوم المبارك وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. فرحة لم تكتمل بمصابي إخواننا في غزة، فأدعو جميع الخيرين من أن يساهموا في إطعامهم، أن يساندوا أهل غزة بكل ما تعني كلمة المساندة، وأن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى في صلواتهم بالدعاء الخالص أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه.